ومرحبا يا جماعة، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. مقطعنا اليوم راح يكون كثير حلو، يعني أحلى صراحة المقطع الماضي، لأنه راح يكون عبارة عن دوري، خلينا نحكي، أو كأس العالم أو إشي زي هيك، شغلة عبارة عن تحديات رهيبة جدا راح تكون. بداية عندي بلبلين بيرست، زي ما أنتم شايفين صراحة بلابل جداد، اللي هو بلبل الشجاع المهند. هذا هو صراحة سعره غالي جدا، 20 دينار، ف يعني شريته. وهذا هو بلبل بيرست، والبلبل الثاني هو الأسطوري، كلياتكم تعرفوه. تمام، هذا هو البلبل الثاني، وراح نلعب ضد كل هاي البلابل مع بعض. ولكن قبل ما نبلش بدنا نعمل زي دوري، اوكي؟ يعني كل بلبلين راح يلعبوا مع بعض، واللي بتأهل راح نحطه على جنب. فالان راح اغمض عيني، بصراحه اني صراحه مغمض عيني، وراح بلش اختار بشكل عشوائي اول بلبلين. طيب، اول بلبلين راح يطلعوا عندنا هدول، البلبل الحديدي ضد حصان، ولكن يعني خلطة من الحصان، اوكي؟ عبارة عن خلطة من الحصان، فالحديدي ضد خلطة الحصان. هذول أول بلبلين راح يلعبوا معانا مع بعض. راح نلعب التشكيل الثاني ونشوف هذول الاثنين، اوكي؟ بلبل بيشبه الميزان، تمام؟ بلبل بيشبه الميزان كثير، ضد الشجاع المهند، راح يلعبوا ضد بعض. ونيجي للجولة الثالثة، نغمض علينا ونختار، اوكي. اوه هاي قوية شوي. بلبل صخر البركان ضد الحصان المجنح، هو حصان المجرة تقريبا، مش الحصان المجنح، ولكنه بيشبه الحصان المجنح. تمام. والمباراة الثالثة راح تكون، اوكي، اوه واو واو واو، بلبل فينيكس ضد اللهيب الاسطوري، راح يلعبوا ضد بعض. تمام، ونشوف المباراة الأخيرة، راح تكون عندنا بلبل تنين البرق زي ما انتم شايفينه ضد الأفعى القاتلة. هذول الاثنين، تنين البرق والافعى القاتله. طبعا سامحوني بالنسبه للفوكس والتصوير وكذا، لانه ان شاء الله يعني في الايام الجايه راح اصير اصور بالصبح، راح تكون الجوده كثير احسن. بالنسبه لاجهزه الاطلاق، راح يكون عندي هذا جهاز الاطلاق تبع الحديد، يعني بلابل الميتل فايت، المعركه الحديديه، وهذا جهاز الاطلاق تبع بلابل البيرست. نبلش المباراه الاولى، راح تكون عندنا البلبل الحديدي ضد بلبل الحصان المجنح تقريبا، او خلطه منه. يلا 3 2 1 go shoot. 3 2 1 go shoot. اها، ترى البلبل الحديد هذه عباره عن طبقتين من الحديد، وصراحه بتوقع له التاهل، بتوقع تاهل لصخر البركان، وتوقع تاهل للبلبل الحديدي، وراح تكون النهائي بينهم، هذا اللي انا بتوقعه صراحه. خلينا نشوف مين راح يفوز هون في الجوله هذه. اوكي، واو صراحة الخبط يعني كثير قوي زي ما انتم شايفين، والصوت هالطرب صراحة، يعني كثير بحب يعني صوت الحديد، برضه بحب صوت البلاستيك تبع البيرست، يعني صراحة الاثنين حلوين، بس صوت الحديد بحبه أكثر طبعا، يعني طلع كيف صوت طرب، بس صوت البلاستيك برضه هيك صوت متناغم بيعطيك. مباراة قوية كثير، ولكن شكله الحديد راح يفوز، وهذا شيء واضح يعني بسبب إنه حديدتين مع بعض. هذا بلبل من الزيرو جي عشان تكونوا عارفين. أوكي، أحاول أضبط الفوكس. تمام، بلبل الزيرو جي فاز، وهذا البلبل خسر وتم استبعاده. هذا هو البلبل الفايز، بلبل الزيرو جي، طلعوا ما يعني ما اهي ابو بلبل بخوف. اوكي، والمباراة الثانية راح تكون كثير حلوة، لانها بلبل بيرس ضد بلبل ميتال فايت. بلبل الميزان، طبعا الميزان عليه برغي الجدي زي ما انتم شايفين، ولكن هذا الميزان راح يلعب ضد شجاع المهند. فخلينا نبلش، طبعا كل واحد له طلقة خاصة، ف 3 2 1 جو شوت. 3 2 1 جو شوت. اوه ايش صار؟ اوكي، راح اعيد هذا النزال، راح اعيده لانه البلبل تم اقصاؤه برا لانه نزل عليه خبط صراحة، فراح ارجع اعيد النزال، لان انا جدا بتامل لانه الشجاع المهند يفوز. اوكي، فيا 3 2 1 جو شوت. وايضا 3 2 1 جو يا اخي بعدين. اوكي، لا مش مشكلة. 3 2 1 جو شوت. اها، اهدى يا شجاع، اهدى يا شجاع، لازم تضرب. الشجاع المهند لازم يضرب عشان يعني يقدر انه يتأهل. ضرب الميزان مش خصم سهل. اوكي، والظاهر انه اوكي خسر معانا بلبل الشجاع المهند للأسف، ولكن راح اعطيه فرصة ثانية. اوكي، بلابل بيرست عشانها شوي بلاستيك وكذا، يعني حديدتهم شوي اضعف، فراح اعطيهم فرصة ثانية، انا بحب بلابل بيرست صراحة كثير بحبهم، فراح اعطيه فرصة ثانية.
بس مش مع هذا البلبل. اوكي هذا البلبل تاهل اوريدي، فصارت عندنا في الجوله الثانيه، في الدوري الثاني راح يلعبوا هذول الاثنين مع بعض. اما الان راح نلعب بلبل صخر البركان ضد بلبل حصان المجنح، والمناسبه الحصان المجنح كثير قوي على فكره هذا تبعي. ف 3 2 1 جو. وي 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 وي. ايش صار؟ اوكي بلبل شو هاد بلبل صخر البركان عمل بيرست لحاله صراحه، شغله غريب، اول مره بشوف بلبل حديدي بيعمل بيرست. طيب وش مشكله، خلينا نرجع نعيد الجوله كمان مره. اوكي اوكي راح نطلق هذا في الاول. تمام 3 2 1 جو شوت. بعدين 3 2 1 جو شوت. ايش عم بصير؟ تمام تمام تمام. الاستامينا صراحة يعني سيئة جدا، هون في البلبلين سيئة الاستامينا. هي القدرة على الاحتمال. اوكي خسر الحصان وفاز عندنا صخر البركان وبكل سهولة وسلاسة. تأهل معنا صخر البركان، وراح نشوف البلبل الثاني برضو مباراة، خلينا نحكي بيس ضد بلبل من الفئة الحديدية. حتكون مباراة صعبة كثير لانه البلبل هذا صعب جدا، يعني بلبل الفينكس مش بلبل مزحه صراحه يعني، بس برضه لهيب الاسطوره انا بتامل له الفوز. ف خلينا نشوف مين راح يفوز معنا هنا. يا فنطلق الفينكس 3 2 1 جو، وايضا 3 2 1 جو. يا اخي بعدين ما البس دول يفكوا. 3 2 1 جو. بيرست فينيش وفاز معانا بلبل الفينيكس. زي ما انتم شايفين بلبل فينيكس بلبل اسطوري صراحه. فالفينيكس راح يلعب ضد صخر البركان. واو المباراه الرائعه. نيجي المباراه الاخيره، راح يكون بلبل تنين البرق ضد بلبل الافعى القاتله. طبعا تنين البرق راح الفه دوران يميني عشان اقدر احطه على الحلبه. ف 3 2 1 جو شوت، وراح نلعب في الافعى القاتله. نشوف مين راح يفوز معانا. اوكي 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 اوكي. اوه ضربات. واو 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 واو. اوكي كانت مباراة سريعة جدا، فاز فيها الافعى القاتلة البلبل. بلبل بلبل ادهم اتوقع، بلبل داهم او ادهم يس، اللي هو ابوه ليمان. ف صار عندنا هذا البلبل فايز، بلبل الافعى القاتلة، وراح نلعبه مع بلبل الشجاع المهند ان شاء الله في الحلقة الجاي. فترقب الحلقة الجاي، راح يكون عندنا بلبل خلطة الميزان ضد بلبل الحديدي، راح يكون عندنا صخر البركان ضد بلبل الفينيكس، وراح يكون عندنا الشجاع المهند ضد بلبل ادهم او داهم بعرف شو اسمه صراحة الافعى القاتلة. تمام فلليوم ان شاء الله هيك بنكون خلصنا الحلقة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وخليكم معي عشان نشوف في الحلقة الجاية راح نلعب الفاينل زي ما انتم شايفين، ونشوف النهائي مع مين راح يكون، ونشوف ايش هي المراكز الثلاثة الأولى. بس يا جماعة ديروا بالكم عن حالكم، مع السلامة.